شاهد العالم يتغير أمام عينيك على مدى 40 عاماً. يطلق جوجل إيرث ميزة جديدة تسمى تايم لابس، والتي ستسمح للمستخدمين بمعرفة كيف تغيرت قطعة أرض بمرور الوقت، وهو ما يعتبر أكبر تحديث لبرنامج جوجل إيرث منذ عام 2017، حيث التقطت الأقمار الصناعية التي تدور في مدارات حول العالم أكثر من 24 مليون صورة، وجمعتها شركة البحث العملاقة لتكشف عن التغيير السريع الذي مر به عالمنا في العقود الأخيرة. وسيتمكن المستخدمون من إلقاء نظرة على الأدلة الواقعية على تغيير المناخ وعلامات التوسع الزراعي والانتشار المترامي الأطراف للمدن المزدهرة. وعادة برنامج جوجل إيرث يسمح للأشخاص برؤية أي جزء من العالم بتقنية 4D، لكنه كان يقتصر في السابق على أحدث بيانات الأقمار الصناعية، ولكن الآن تم إدخال الصور التاريخية من وكالة نازا والاتحاد الأوروبي إلى المنصة للسماح للناس بمقارنة شكل قطعة أرض الآن مقارنة بالسنوات الماضية. وتقول جوجل إن إنشاء مقطع فيديو بفصل زمني بحجم كوكب يتطلب قدرا كبيرا مما نسميه تحليل البيكسل في منصة جوجل السحابية للتحليل الجغرافي المكاني. ولإضافة صور تايم لابس متحركة، جمعنا صورة أقمار صناعية من عام 1984 إلى 2020، وهي تمثل 4 مليارات من البيكسل. تضيف جوجل استغرق الأمر أكثر من 2 مليون ساعة معالجة عبر آلاف الأجهزة لتجميع 20 بيتا بايت من صور القمر الصناعي في فيديو واحد بحجم 4.4 تيرا بيكسل، أي ما يعادل 530 ألف مقطع فيديو بدقة 4K. ويقول مطورو تايم لابس أنه لا توجد قيود على المكان الذي يمكن لأي شخص أن ينظر إليه، مع دقة ووضوح منخفضين بما يكفي لعدم تشكيل خطر أمني، ولذلك لن يتم إزالة أو إخفاء القواعد العسكرية وغيرها. ومن الأمثلة على قوة تايم لابس رؤية نمو لاس فيغاس، المدينة الأسرع توسعا في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة، وكذلك مشاهدة الغابات والأنهار الجليدية تختفي، وأيضا مشاهدة بناء جزر النخيل الاصطناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية مزارع شمسية ضخمة تنبثق.